بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله، واشهد ان سيدنا محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد، كما صليت وسلمت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم في العالمين، انك حميد مجيد. في كل لمحه ونفسه عدد ما استوى علم الله. اللهم فقهنا في امور ديننا ودنيانا، وبارك لنا فيما اقمتنا فيه، واعنا على ما اقمتنا فيه، وعافنا فيه او فيما اقمتنا فيه، وارحمنا وارحم والدينا ومشايخنا وعلماءنا والمسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين. اما بعد، نكمل قراءه حاشيه الشيخ ابراهيم البيبوري على شرح النقاط الغزي على متن الغايه والتقرير للقاضي الشجاع رحمهم الله تعالى، ونفعنا الله بعلومهم في الدارين امين، في فقه الساده الشافعيه. جل الله عن الإمام الشافعي خير الجزاء، ونفعنا الله بعلومه، ونسأل الله أن لا يفتنا بعده ولا يفتنا أجره ويغفر لنا ولكم. قلنا وصلاة الجماعة للرجال في الفرائض غير الجمعة سنة مؤكدة، على الخلاف طبعا إن هي سنة مؤكدة ولا فرض عين ولا فرض كفاية. كويس؟ والواضح إن هي فرض كفاية. لكن هنا مشي على كلام القاضي ابي شجاع على انها سنه مؤكده عند المصنف اللي هو القاضي ابي شجاع والرافعي، والاصح عند النووي انها فرض كفايه. ويدرك الماموم الجماعه مع الامام في غير الجمعه ما لم يسلم التسليمه الاولى وان لم يقعد معه. اما الجماعه في الجمعه ففرض عين ولا تحصل باقل من ركعه، ويجب على المأموم أن ينوي الاهتمام أو الاقتداء بالإمام، ولا يجب تعيينه، يعني تعيين الإمام، بل يكفي الاقتداء بالحاضر، يعني الإمام الموجود. يعني تعيينه أنا مش نوية صلاة كذا خلف الدكتور يوسف، وبعدين يطلع في الآخر إنه مش الدكتور يوسف، ده الدكتور عبد الله. فهمت إزاي؟ فيبقى مشكلة، يبقى أتم بغائط، صلاة تبطل. فهمت؟ يبقى لا يجب تعيينه، يعني ما يعينوش الموجود وخلاص، بل يكفي الاقتداء بالحاضر يعني الموجود. وان لم يعرفه فان عينه واخطا بطلت صلاته، الا افرض عينه وقال اسمه واخطا بطلت صلاته لانه تم بغلط. كويس؟ طيب، لكن لو كان عينه واخطا لكن يشاور ولو بقلبه اشاره قلبيه تصح صلاته. فهمتني؟ إلا إن انضمت إليه إشارة كقوله نويت الاقتداء بزيد هذا، بزيد هذا، هذا اللي قد يكون بقلبه، مش شرط بإيده كده يعني. فبان عمرا فتصح دون الإمام، يبقى الإمام ما يجبش ليه نية الاقتداء ولا نية الجماعة، لكن عشان ياخد الثواب لازم ينوي الإمامة أو ينوي الجماعة عشان ياخد الثواب بالذات. لكن المأموم هو اللي يجب عليه ان ينوي الاقتداء. ليه؟ لان الاقتداء عمل زائد، هيربط صلاته بصلاه انسان اخر. الرابطه دي لابد ان يكون عايز نيه، والا انا ليه هفضل مستني مخلص قرايه واقف مستني مش عايز اركع، الا لو انا ناوي الاقتداء دي، يبقى لابد يبقى في نيه اقتداء دون الامام. فلا يجب صحه الاقتداء به في غير الجمعه نيه الامامه في غير الجمعه، لكن الجمعه لازم الامام ينوي الامامه، لأن الجمعة لا تصح إلا جماعة، فلو لم ينوي الإمام الإمامة تبطل صلاة جمعة وجمعة المؤتمنين دي. شفت قد إيه؟ لأن الجمعة لا تصح إلا جماعة، بخلاف الصلوات الثانية تصح جماعة وفرد. في غير الجمعة فلا يجب في صحة الاقتداء به في غير الجمعة نية الإمامة، بل هي مستحبة في حقه. فإن لم ينوي فصلاته فرادة. افرض ما نواش الاقتداء يبقى صلاته فرادة، كأنه ياخد صلاة المنفرد. كويس؟ ولو لم ينوي الإمام الإمامة وناس اقتدت بيه، اللي اقتدوا بيه ونووا الاقتداء خدوا صلاة الجماعة، وهو ياخد ثواب صلاة فرض، لأنه لم ينوي إمامة ولا جماعة، لأنه كل على نيته. وإحنا قايلين إن قواعد مذهب الإمام الشافعي أولها الأمور بمقاصدها اللي هي العمل بالنيات، وكل الإنسان له ما نوى،
فازاي ربنا يكتب لك الامامه وانت ما لكش امامه؟ ما ينفعش، لازم تنهي. مش كده برضه؟ ده راي الائمه الشافعيه. وان كان بعض المذاهب الاخرى زي الشافعيه اكتفوا بقرينه الحال، اكتفوا بقرينه الحال، طالما وقف في المحراب وقال للناس استقيموا وارحمكم الله وراح واقف قال الله اكبر، يبقى القرينه دي كلها تديله ثواب الامامه بدون ما ينوي الامام، ما قرينه الحال عند المالكيه. لكن الشافعيه ما اكتفوش بيه، لازم ينوي معاه. كويس؟ يبقى ياخد المذهب الشافعي محتاط اكثر بكثير. احنا كنا قرانا كلام الحاشيه لحد قوله في غير الجمعه. في غير الجمعه. احنا قلنا البيت وضع صح عندنا وانه فوق الكتاب. لا انت غلط. في سبت انت غلط. ايوه الغائب. والغائب ملوش ايه؟ ملوش نائب. يبقى قوله في غير الجمعة، يبقى احنا واقفين في قوله في غير الجمعة قيد في إدراك الجماعة مدة عدم سلام الإمام. أقل حاجة عشان أبقى أدركت الجماعة إن أنا أدرك الإمام قبل ما إيه؟ ما يشرع في التسليم. قاعد يقرأ التشهد أهو خلص وهه راح قال الله أكبر وراح حتى ما لحقش يقعد. يبقى أدرك الجماعة. أدرك ثواب الجماعة في غير الجمعة. في غير الجمعة قيد في إدراك الجماعة مدة عدم سلام الإمام وسيأخذ محترزه بأن جماعة الجمعة لا تحصل بأقل من ركعة. علشان تبقى جماعة الجمعة ما تنفعش إلا جماعة، فعلشان يدرك الجمعة جماعة لازم يدرك ركعة مع الإمام. ركعة مع الإمام يعني يدركه في ركوع الثانية قبل ان يرفع من ركوع الثانية، هو قاعد يقول سبحان ربي العظيم كده وركع قبل ما يقول سمع الله لمن حمده، يدركه في هذه الركعة يبقى أدرك ركعة في الجمعة، يبقى كده أدرك الجمعة. أدرك الجمعة. طيب. القليوبي الكلام بقى تعقب الكلام ده. كما نقله المحشي بأن الكلام في إدراك الجماعة وهي لا تتوقف على ركعة، بيقول ده احنا هنا بنتكلم على إدراك الجماعة. يعني كانه بايه؟ بيقول بيعلق على كلام ابن قاسم الغزي ان كلامك يا ابن قاسم ليس دقيق. احنا هنا بنتكلم على ادراك الجماعه مش ادراك الجمعه. فادراك الجماعه تتاتى حتى في الجمعه ولو ادركوا قبل التسليم، لكن هتبقى جماعه لكن مش جمعه. هتبقى صلاه جماعه لكن مش جمعه. فاهم؟ خد بالك من الحته الدقيقه بتاع الامام القليوبي. وازاي نرد عليه كمان عشان ندافع عن ابن قاسم الغزالي. خد بالك. وتعقبه القليوبي كما نقله المحشي، المحشي هو البرماوي. البرماوي له حشيه ثانيه غير البيجول. كما نقله المحشي، اوعى تقرا المحشي. بأن الكلام في إدراك الجماعة وهي لا تتوقف على ركعة، وإنما المتوقف على ركعة إدراك الجمعة لا الجماعة. فهم؟ لو هو دلوقتي مثلا هحلها لك، هنرتعمل السؤال اللي هيجي ده. انما المتوقف على ركعه ادراك الجمعه لا الجماعه، كويس؟ لانه لو ادرك الامام قبل السلام من الجمعه فتته الجمعه مع كونه ادرك الجماعه، بس هيجيب ظهر. هيجيب ظهر. لكن ادرك ظهر جماعه. فهم؟ ما ادركش الجمعه بقى. فهم؟ أجيب نجاوب كلام إيه؟ نجاوب على القليوبي. نقول له إيه؟ وأجيب بأنه لم يدرك جماعة الجمعة، إحنا بنتكلم على جماعة الجمعة يا فضيلة الشيخ. بنتكلم على جماعة الجمعة. فاهم؟ أنت بتتكلم على الجماعة مطلقا، وهنا بيتكلم على جماعة الجمعة، فهو لم يدرك جماعة الجمعة. لكن أدرك جماعة صلاة ثانية. فاهم؟ هو بيتكلم على جماعة الجمعة، يبقى كلامه ما زال صحيح. يبقى ما زال كلامه صحيح. فهمت ازاي بيتناقشوا في امور دقيقه؟ وانت ازاي؟ علشان الحاجات دي بتبقى بترتب عقليه التلميذ بعد كده اللي بيتعود يقرا في الكتب دي، يطلع بعد كده عقليته دقيقه. يعرف يميز بين الامور اللي غيره ما يعرفش يميز بينها. علشان كده لما علمونا في الكتب بتاعه التعليم اللي عمله اللورد كرومر والعالم والانجليز وخلوا في بديل لتعليم غير الازهر. عشان يعلموا اولاد الزواج فيها
والناس تبقى عندهم بديل اخر، يطلع بعد كده اللي ماسكين الدوله والحكومه والوزراء متعلمين على ايه؟ على ايديهم هم علشان ينفذوا مخططاتهم هم. وبعدين كرهونا في الكتب الصفراء دي وقالوا لنا اوعوا تحفظوا لان اللي يحفظ يبقى غبي، افهم بس. واحنا اصلا بنبني حياتنا كلها على حفظ القران وحفظ السنه ومحافظه عليه، ومكرهنا في الحفظ عشان بعد كده لما يلعب في ثقافتنا يلعب كده زي ما هو عايز، فاهم؟ وبعد كده يروح ايه؟ يدي لك حتى يعمل لك كتب دين بس مختصرات مختصرات مختصرات، يوم ما يبينش ما يبنيش العقليه اللي هي تميز بين الامور الايه؟ المتقاربه دي. فيقول لك كله عند العرب صابون. بعد كده طلع الجيل اللي يقول لك على الناس كله عند العرب صابون، يعني ما بيميزوش. تجيب له مهلبيه يقول لك صابون، تجيب له صابونه يقول لك صابون، تجيب له زبادي يقول لك صابون، تجيب له جلابي برضه صابون. فبقى كله عند العرب صابون، ليه؟ لان اتعلمه مش في الكتب دي. لكن هنا بقى مش كله عند العرب صابون، كل كلمه تتوزن زي الجواهر، وكل حرف زي دي ثقافه العرب اللي علمها الناس، علمنا الدقه للناس كلها. لكن لما دخلوا المستشرقين ولقوا اننا بننتصر عليهم، كل ما يهجموا علينا ننتصر عليهم فكريا وننتصر عليهم سياسيا وننتصر عليهم نشرا للدين، قال لك احنا نلعب في طريق تربيتهم عشان يطلعوا بعد كده مسخه، الناس تستعي انها تبقى ايه؟ تبقى ماشيه وراه. فطلعونا مسخه بعد ما تربينا، فلازم نرجع تاني للتربيه الجديده بتاعت زمان. هي جديده وقديمه في ان واحد، جديده علينا وقديمه وضعها الصحابه دقه، حتى ان نقلوا لنا القران زي ما النبي نطقه، بنبذه نطق الحرف، بطريقه نطق الحرف. فهمت؟ مش مجرد ان ادونا القران مطبوع كده وقالوا لنا خذوه، لا ده ما ادوهولناش كده، ده ادوهولنا متشكل منطوق بمده نطق الحرف بطريقه تلاوته بكيفيات مختلفه للتلاوه، حتى ان طرق تلاوه القران وطرق الاداء نحو 1000 طريقه كلها مرويه عن رسول الله بقراء معتبرين وما كانش فيه اجهزه تسجيل. شوف قد ايه دقه الصحابه. فلازم نرجع تاني للدقه تاني ونعلم نفسنا الدقه علشان نعرف بعد كده نميز. وعشان كده الوقت بيقعدوا حكامنا في المفاوضات ما يعرفش يميز بين الفاظ حتى الاتفاقيات، يوم يلعب لك في الفاظ الاتفاقيه الفاظ غير دقيقه ما يعرف، يوم احنا نوقع عليها ونيجي نطبقها نلاقيهم بيعكسوها، يقول لك ما هو اللفظ بيحتمل، ما هو اللفظ بيحتمل العكس، واحنا ما زلنا مع الاتفاقيه، ويعمل عكسها ينقضها. ليه؟ لان الحكام اتربوا على عدم الدقه، فحتى في صياغه العباره ما عندوش دقه في صياغه العباره، يقوم ساعتها ما يعمل اتفاقيه ويمضي عليها يفتكرها انها كده موفيه المعنى لقلبه، في حين ان العدو حويط مدي لفظ يحتمل المرض. والصراع العربي الاسرائيلي مليان مثل هذه الايه؟ الاتفاقيات المنطوطه اللي الفاظها تخيل على كل الناس، واخد بالك انها تبقى كويسه وفي نفس الوقت عند التطبيق تحتمل تطبيق بصوره ثانيه غلط. خد بالك، وعشان كده لازم تصبر على قراءه مثل هذه الانوار، لان دي بتربي فيك العقليه الدقيقه. ازاي الامام القليوبي لاحظ ان الشيخ اتكلم هنا وبعد، والصاحب الشيخ الثاني قال له لا ده الامام ما بعدش يا سيدي، ده بيتكلم على حاجه ثانيه، ده هو بيتكلم على ادراك جماعه الجمعه وانت بتتكلم على ادراك الجماعه مطلقا، فانت لازم تخليها جماعه الجمعه على بعضها حته واحده فيبقى كلامه صحيح. لكن انت رحت فاصل وقلت اطلاق الجماعه مطلقا يحتمل الجماعه مطلقا، لكن الشيخ ما بيتكلمش على الجماعه مطلقا، ده بيتكلم على جماعه الجمعه. خدت بالك الكلام الدقيق مهم الحاجات دي. وأجيب بأنه لم يدرك جماعة الجمعة في هذه الصورة لفوات الجمعة، فالجماعة المقيدة بالجمعة متوقفة على الركعة كما قاله الشارح. يبقى كلام الشارح مظبوط برضه. شفت ازاي العلماء يناقشوا بعض وحلوين ازاي؟ ويدافعوا عن بعض وينتقدوا بعض ويصححوا كلام بعض ويخطئوا كلام بعض ويفضلوا حبايب ويفضلوا طول عمرهم برضه حبايب. كل الكلام ده بتتربى فيه وانت بتقرا في مثل هذه الكتب. لكن لو قريت في السنة بتاعت السيد ثابت مكتوب في العصر الحديث بتاعنا بالطريقه اللي هي برضه ما تراعيش تربيه العقليه الفقهيه، ما بتربيش فيك العقليه الفقهيه. لو حفظت كتاب السيد ثابت في السنه ما يربيش فيك العقليه الفقهيه، لكن يديك بعض الاحكام. انا معاك يديك بعض الاحكام، لكن ما يربيش فقيه.
فهمتني بقى ازاي؟ ادي المشكله ليه، لان برضو ده كتبه لمن تربوا على نظام التعليم الغير عنيف وعايزين يتدينوا وعايزين يتعبدوا، فعمل لهم كتاب على قدهم. جزاه الله عنا خير برضه، حاول ييسر الدين للناس اللي اتربوا وخدوا العلم في سندوتش وجريوا، واخد بالك؟ تيك اواي، نظام علم تيك اواي. لكن احنا نظامنا تقعد تربع قدام الشيخ وتقعد قدامه 20 سنه 10 سنين 4 سنين كل حاجه بالراحه. ليه؟ لان ده علم الدين، ده دين، ده متين، ده احنا اتخلقنا عشان، فماخدوش بايه؟ بالهوده. لكن احنا بقينا جيل عايز كل حاجه ياخدها بالهوده، حتى عايز يدخل الجنه بالهوده. طب مش صح بالراحه. الحلم والاناء خصلتان يحبهما الله ورسوله. فهمت؟ واجيب بانه لم يدرك جماعه الجمعه في هذه الصوره، اللي هو لو ادرك الايه؟ الامام قبل التسليم، ما ادركش ايه جماعه الجمعه. لفوات الجمعة، فالجماعة المقيدة بالجمعة متوقفة على الركعة زي ما قال الشارح اللي هو ابن قاسم الغزو، فكان يقلوب مالكش ايه؟ الاعتبار اللي انت قلته ده ما كانش حقك تاخد بالك منه. فاهم؟ قوله ما لم يسلم التسليمة الأولى. ما لم يبقى أدرك الجماعة لو قال تكبيرة الإحرام المأموم قبل ما الإمام يسلم التسليمة الأولى، لأن لو سلم التسليمة وخلصها خرج من الصف. كأنه بينوي إمامة بإنسان ليس في صلاة. فاهم؟ يبقى في الحالة دي صلاته تبقى باطلة. يبقى ما لم يسلم أي الإمام التسليمة الأولى، أي ما لم يشرع في السلام. طيب. ما لم يشرع في الصلاة في السلام يعني ما بدأش يقول السلام عليكم. يبقى دي، يبقى لو قال الله أكبر قبل ما يقول السلام عليكم يبقى أدرك الجنة. طب افرض وهو بيقول الله أكبر قال السلام عليكم. افرض بقى، شوف دي مسألة تانية. الأولانية قال الله أكبر قبل ما الإمام ينطق لفظ السلام. طب افرض أدرك تكبيرة الإحرام والإمام بيقول في لحظة واحدة، هو ده بيقول والإمام بيقول في لحظة واحدة. فهمت؟ دي الصورة الثانية، خد بالك منها. فإن شرع فيه يعني في السلام الإمام، يبقى الإمام شرع في السلام والمأموم شرع في تكبيرة الإحرام في وقت واحد مع بعض. فهمت؟ في ثلاث أقوال بقى، فيها ثلاث أقوال في المذهب الشافعي. القول الأول انعقدت صلاة المأموم فرادى، لأنه بمجرد شروعه في السلام خرج من الصف. فهمت إزاي؟ يبقى كأنه هو كبر في لحظة الخروج، يبقى مفيش فترة زمنية ائتم بيه. فهمت؟ دي أول قول. يبقى انعقدت صلاة المأموم فرادى، دي أول قول. وقيل لا تنعقد أصلا، لأنه هو الوقت بيأتم الإمام بيخرج من صلاة. فهمت؟ فما فيش إمام، أنت أتم بمين؟ فهمت؟ تقش فرادى ولا لا؟ ما هو قول قال تنعقد فرادى خلاص. القول الثاني وقيل لا تنعقد أصلا، أو ما لم يتم السلام لا تنعقد أصلا. طيب افرض لم يتم السلام، فلو أحرم المأموم مع شروع الإمام في السلام انعقدت صلاة جماعة. يبقى في ثلاث أقوال أهو. قول للرملي، الرملي قال لك إيه؟ تنعقد فرادى. وقول ثاني لا تنعقد أصلا، يبقى عليه بقى ينوي هنا جديده ويخلص، لانه كده كده واقف. فهمت؟ وقول ثالث تنعقد جماعه، لانه وساوى الامام في الركن، ومساواه الامام في الركن لا تخرج عن الاتباع. فهو بيساويه في الركن، والتسليم ده ركن فسواه في الركن، يبقى انعقدت في لحظه لطيفه اللي هي المساواه. فهمت؟ ادي القول الثالث، يبقى فيها ثلاث اقوال. فالتأويل الأول اللي قال لك تنعقد فرادى على كلام الشيخ الرملي، والتأويل الثاني اللي هو قال لك لا تنعقد أصلا على كلام الشيخ إيه؟ ابن حجر. التأويل الثاني اللي هو قال لك تنعقد جماعة على كلام الشيخ ابن حجر، واخد بالك؟ يبقى ابن حجر الهيثمي قال لك تنعقد جماعة في مسألة لو نوى مع شروع الإمام في التسليم.
فاهم؟ قال لك تنعقد جماعه ابن حجر الهيثم، والامام الرملي قال تنعقد فرادى. طيب ففي المساله اقوال ثلاثه، قيل تنعقد فرادى وهو ظاهر كلام الرملي، وقيل لا تنعقد اصلا وهو ما نقله عنه تلميذه الميداني. الامام الميداني نقل عن الرملي المعنى ده، قال لك لا تنعقد اصلا. تمام. وقيل تنعقد جماعه وهو كلام ابن حجر، وهو كلام ابن حجر. يبقى عندنا ثلاث اقوال في المساله. وان لم يقعد معه ما رجحش استبعاد يعني ان هو مع الراي الاولاني خالص، ان هو ذكر الباقيين كلهم صيغ قضيه. ساعات ما ايه رايي في الحكايه دي؟ ساعات ما يرعيش، لكن معظم الشافعية بيبقوا مع ترجيحات الرملي. الرملي مصري ومن رملة لينجب، وكان الشافعي الصغير وكان معلم العالم كله في القرن اظن العاشر دي. فمعظم ابن حجر الهيثمي كان مكة، في مكة ماسك الشافعية في الحجاز، واخد بالك؟ فأهل الحجاز واليمن يرجحوا ترجيحات ابن حجر الهيثمي، وأهل مصر والمغرب من الشافعية يرجحوا ترجيحات الرملي غالبا غالبا برضه. وان لم يقعد معه، يبقى قال لك اهو نوى، واخد بالك ازاي؟ ما لم يسلم التسليمه الاولى. نوى كده الله اكبر راح مسلم، ما لحقش يقعد خلاص، يبقى انعقد الجماعه على قول ايه؟ قبل التسليمه الاولى بالاجماع. طب مع التسليم وما قعدش معاه، انعقدت فرادى على قول الرملي وجماعه على قول ابن حجر الهيثمي، ولم تنعقد اصلا على ما نقل الميداني عن الرملي. كويس؟ وان لم يقعد معه غايه في ادراك الجماعه مده عدم سلام الامام، فالمعنى سواء قعد معه او لم يقعد معه، لانه قد يتوهم انه اذا لم يقعد معه لا تحصل له فضيله الجماعه. عشان ما تتوهمش الحكايه دي، قال لك حتى لو ما قعدش معه. فاهم؟ قوله. اما الجماعه في الجمعه بقى، خد بالك لو هو قبل الامام ما يتكلم نوى بينجز، فالامام خلاص هنا تنعقد جماعه بالاجماع. لكن هل بقى هو المأموم ينزل يقعد ولا يرفع؟ لا يقعد، ما هو سلم خلاص. يعني هو كان في النص نازل. في النص، والله لو هيتكعبل يريح جسمه الاول. هو افرض هو بقى للجلوس اقرب وجسمه ارتخى وهينزل، يطلع له يقع، عايز توقع الاول يريح جسمه. الاقرب ليه لو عنده لياقه يروح اي مظبوط. لكن هو ما عندوش لياقه دي، ما بيلعبش تمرينات وحاجات منها. نقول له ريح نفسك الاول وبعدين قوم. فهمت؟ قوله اما الجماعه في الجمعه الى اخره، مقابل لقوله في غير الجمعه. ولقول في غير الجمعة فقد احترز محترز القيدين في هذه العبارة، فقوله ففرض عين محترز من قوله الثانية سنة على الكفاية، سنة مؤكدة أو فرض كفاية. يبقى الجمعة جماعتها تختلف عن جماعة في سائر الصلوات الثانية. صلوات المفروضة الثانية غير الجمعة قلنا إن هي فرض كفاية كما صححه الإمام النووي، أو سنة مؤكدة كما صححه الإمام الرافعي والمصنف. كويس؟ ده في غير الجمعة. طب والجمعة فرض عين. فرض عين. فهمت ازاي؟ محترز الأول، والمراد أنها فرض عين في الركعة الأولى منها طبعا، في الركعة الأولى منها. وقوله ولا تحصل بأقل من ركعة محترز الثاني. الثاني اللي قال لك إنه ممكن يدركه ما لم يشرع في التسليم. إلا الجمعة. لازم يدرك مع ركعة، يبقى احترز احترازين. احترز احتراز اول من قوله سنه مؤكده او فرض كفايه فخلاها فرض عين، واحترز الثاني عشان يدرك الجماعه في الفرائض الاخرى ما لم يشرع الامام في التسليم، لكن في الجمعه عشان يدرك جماعه الجمعه لابد يدرك مع ركعه، يبقى عندنا احترازين. فهم؟ وقد علمت ما فيه تعقبا وجوابا، اللي هو تعقب الكمال الامام القيومي والجواب عليه. خلاص؟ ويجب على المأموم أي الذي يقول أمره إلى كونه مأموما، ففيه مجاز الأول وقريب من ذلك قول المحشي أي مريد لاهتمام. ويجب على المأموم اللي هو مريد لاهتمام يعني،
خد بالك، اي الذي يؤول امره الى كونه مأموما، ففي مجاز الاول، في مجاز يعني ايه؟ يعني اللي بينوي لسه ده ما اسموش مأموم، لان مش هيبقى مأموم الا لما ينوي. فيبقى باعتبار ما سيكون، يبقى مأموم باعتبار ما سيكون، يبقى مأموم بالمعنى المجازي، والمجاز ممكن باعتبار ما سيكون، انما باعتبار الحقيقه لا تتم الامامه الا بعد النوم. فهمت؟ ادي معنى كلامه. وقريب من ذلك قول المحشي اي مريد الاهتمام، فكان كلمه مريد الاهتمام اقوى شويه من حيث التعبير الدقيق عن كلمه المأموم، لانه هو بينه لسه مريد الاهتمام، ده مش مأموم. شوف الفرق بين الالفاظ بقى، بيعلمك الدقه ازاي. وقول ان ينوي اي لان التبعيه عمل، يبقى المأموم ده مريد الاهتمام لازم ينوي الاتباع، الاقتداء او الجماعه، لان الاقتداء نفسه ده عمل زائد، لانه هيربط صلاته بصلاه انسان اخر، ما يسلمش الا اذا سلم، ما يركعش الا اذا ركع، مش كده برضه، ما يتحركش الا اذا تحرك. فكل دي الربطه دي محتاجه نيه، اللي هي ايه؟ نيه الاقتداء او نيه الجماعه. فهم؟ لان التبعيه عمل، المتابعه نفسها ده عمل، فافتقرت الى نيه. فان لم ينوي، طب افرض ما نواش، انعقدت صلاته فرادى الا الجمعه، لا تنعقد اصلا، لان الجمعه لا تصح الا جماعه. يبقى لازم الامام في الجمعه ينوي الجماعه، واذا نوى الامامه ياخذ ثواب زائد الامام. والمأموم في الجمعه يجب عليه نيه الاقتداء، فان لم ينوي الاقتداء لا تنعقد الجمعه اصلا، لان ليست لها صوره فرض. لكن لو لم ينوي الاقتداء في الصلاه العاديه انعقد الصرف، وتبقى صلاته منعقده مش باطله. الا الجمعه يجب عليه نفل اقتداء، لان ليست لها صوره منفرده. واضح؟ طيب. فان لم ينوي انعقدت صلاته، يعني ان لم ينوي الاقتداء او المتابعه، انعقدت صلاته فرادى الا الجمعه، يعني لا تنعقد. ونحوها، ايه نحوها؟ يعني مما تتوقف صحتها على الجماعة، فلا تنعقد لاشتراط الجماعة فيها، بخلاف ما لا تتوقف صحتها عليها، يعني على الجماعة، فتنعقد فرادى. يبقى أي صلاة لا تتوقف صحتها على الجماعة ولم ينوي الاقتداء انعقدت فرادى، وأي صلاة كالجمعة تتوقف صحتها على الجماعة لا تنعقد لو لم ينوي الاقتداء. كأن نذر على نفسه أن يصلي ركعتين جماعة تطوعا يوميا لله تعالى، فصار عنده ركعتين منذورتين يصليهم جماعة كل يوم، فرض فيها الجماعة على نفسه، فصار إيه؟ نية الاقتداء بالركعتين المنذورتين الجماعة دول واجبة، وإلا لا تنعقد، لأنه أوجبها على نفسه. فهمت؟ كما علمت، فوجود نية الائتمام ونحوه فيها لا لأنها شرط لانعقادها، مش شرط انعقاد، لأنها منعقدة، ده شرط إيه؟ ده شرط للمتابعة علشان ياخد ثواب الجماعة، لكن هي تنعقد فرادى بالنية غير النية، كويس؟ لأن لا لأنها شرط لانعقادها بل للمتابعة. فلو تابع في فعل واحد او سلام بعد انتظار كثير للمتابعه، ولم ينوي هذه النيه او شك فيها بطل الصلاه. طيب الاقتداء، ما احنا قايلين النيه محلها القلب والتلفظ يعني يسن سنة، لكن الركنية النية محلال، واخد بالك؟ الشافعية قالوا يستحب التلفظ باللسان علشان ايه؟ يعين القلب، بس يعين القلب، لكن لو لم يتلفظ بلسانه تمشي، لأنه بيقول لك هنا بقى ايه؟ فلو تابع في فعل واحد، في فعل ولو واحدا أو سلام بعد انتظار كثير للمتابعة، ولم ينوي نية المتابعة أو الاقتداء، بطل الصلاة أصلا.
يبقى هو اول ما ينوي وما نواش نية الاقتداء انعقد الصلاة فرائض. فلما ما نواش نية الاقتداء ولقى نفسه قاعد انتظر مدة طويلة للامام وبيتابع هو مش ناوي نية الاقتداء، بطل الصلاة. فهمت؟ يبقى لو نوى مع الامام وهو بيشرع في السلام الصلاة ولم ينوي الاقتداء انعقدت جماعة عند ابن حجر لو نوى الاقتداء، وانعقدت فرادة لو لم ينوي الاقتداء عند ابن حجر وعند الرملي حتى لو نوى الاقتداء. وما فيش هنا متابعة لان ما فيش ايه، ما ربطش نفس لو سلم على طول. لكن لو نوى الصلاة ولم ينوي الاقتداء وربط صلاته بامام لم ينوي فيها الاقتداء وقعد ينتظر قبل السلام انتظار طويل عشان يسلم وينتظر عشان يركع وهو خلص قراءته بقاله مده واقف كده قاعد ساكت كده تبطل الصلاه، لانه ربط نفسه بصلاه انسان لا رابط بينه وبينه. مفيش رباط بينه وبينه. فهمت؟ خد بالك من الحته دي، لان الحته دي يتميز بها مذهب الشافعي عن غيره من المذاهب. لأنه ربطها على صلاة غيره بلا رابط بينهما متيقن، ده لو شك. بخلاف، خد بالك، افرض أنت ما ناويتش المتابعة مع تكبيرة الإحرام، لك أن تدخلها بقلبك وأنت بتقرأ الفتح. سهلة. فهمت؟ يعني لا يشترط تبقى المتابعة مع تكبيرة الإحرام. لكن ما تاخدش ثواب الجماعة إلا بعد ما نويت. يبقى افرض أنت نويت الصلاة وما ناويتش الاقتداء وقريت الفاتحة وقريت السورة وبعدين قبل ما يركع كده افتكرت انك ما ناويتش الجماعة فرحت ناويت الاقتداء في قلبك، تبقى ايه؟ تكبيرة الإحرام والفاتحة والسورة تحس بفرادة ويبتدي الجماعة من أول ما نويت اللي هو التضعيف بقى. فاهم؟ لأن الواحد ياخد نية. بالنسبة للسورة أحيانا بيجي حد الصلاة الأصلية خلصت الناس بتكمل وراه. ما احنا قايلين الكلام، احنا بنتكلم في المأموم، انت بتتكلم دلوقتي في امام. لا انا اقصد الامام اللي جاي بعد كده، يعني انا بصلي لوحدي مش واخد بالي ان دول ما لا يشترط للامام ممكن الصلاه انضم للجماعه وانوي الاقتداء دي. ما هم اهتموا بيك، انت كنت مسؤول. لا انا بتكلم انا مأموم. انا كنت مأموم زيه. كنت مأموم زيه. بتكلم على الرابع اللي لسه جاي بعد كده. اه ممكن تهتم بيه. صلى، كان في مجموعه بيصلوا ورا واحد هو مش واخد باله ان دي جماعه، حتى لو مش واخد باله هو بقى ما ياخدش ثواب الجماعه لانه لم ينوي الاقتداء، لكن هم المأمومين ياخدوا ثواب. طب لو قلنا يجوز نفوس الصلاه ينوي الاقتداء ليهم ويكمل معاهم. يجوز يجوز، والافقه يستمر على مكانه. يبقى الصوره دي يجوز، لكن الافضل ايه؟ يستمر على مكانه. واضح؟ بخلاف ما لو تابع في قول غير سلام او من غير انتظار او بعد انتظار يسير او كثير، لا للمتابعه ولو نوى المأموم لا للمتابعه، يعني اللي تبطل صلاته لو هو اصلا قرايته ما نواش الاقتداء لكن قرايته طولت والامام برضه طول فدي تفصل دي، فلقى ركوعه ماشي مع ركوع الامام كده هو بدون ما ينتظر تبقى صلاته صحيحه لانه ما ربطهاش بالامام. فاهم؟ ادي معنى السوره. يعني هيكمل بقى يكمل مكتب رفع مثلا صلاها. ايوه هيكمل بقى ثلاثة مثلا طالما في الاول ما بطلتش صلاته بسبب ايه؟ طول انتظاره. فهمت؟ انما لو صلاته صحيحة يبقى ما قبل نية الاقتداء ياخده فرادة وبعد نية الاقتداء ياخده جماعة. فهمتني؟ ولو نوى المأموم الاهتمام في اثناء صلاته، اهو زي الصورة اللي بتقول نوى المأموم الائتمام يعني الاقتداء في أثناء صلاته، يعني أنا قاعد بصلي في الجامع منفرد، بصيت لقيت ناس دخلوا عملوا جماعة والإمام أمامي، فرحت وقلت أما أنوي والله معاهم يلا بالمرة في أثناء صلاتي، يبقى أنا هنا نويت في أثناء الصلاة. دي صورة بقى ثانية بقولها لك. ولو نوى المأموم الائتمام في أثناء صلاته صح مع الكراهة. ليه بقى الكراهه الشافعيه؟ لان هي تصح على مقتضى مذهبنا وتبطل على مذاهب ثانيه. وعلى شكل احنا عندنا القاعده في المذهب الخروج من خلاف مستحب. تبقى تصح بمقتضى قواعد مذهبنا ومع الكراهه لانها هتبقى لا تصح على مذهب اخر. فاهم؟ فكان الاولى يستمر. او ممكن على ما هو عليه. يسلم ويرقد
يكمل صلاته عادي، وبعدين عايز بعد كده يبقى يدخل معاهم بعد كده صلاه من اول يوم مفيش ناس. كويس؟ صح مع الكراهه ولا تحصل له فضيله الجماعه، لانه طير نفسه تابعا بعد ان كان مستقلا، ويجب عليه ان يتبع الامام فيما هو فيه. كويس؟ يبقى هو بقى نيته دي هتنفعه للمتابعه بس، لكن مش هياخد فضيله الجماعه، لان هو كان انشا صلاته من الاول بلا امام. بس هو لما ينوي النية الاقتداء اللي جت عليه طرأت في اثناء صلاته دي هتسوغ له متابعه الامام ورفع صلاته دي. فهمت؟ ويجب عليه في الحاله دي طالما نوى الاقتداء المتابعه بقى، ويجب عليه ان يتبع الامام فيما هو فيه، فيما هو فيه يعني فيما الامام فيه. افرض انا رحت راكع وسمع الله لمن حمده، لقيت الامام قدامي فرحت ناوي الابتداء، لقيت الامام بيقول الله اكبر بيركع وانا راكع، اروح راكع معاه تاني، هتبعه فيما هو فيه، لان الركوع الثاني ده لمتابعه الامام، والركوع الاولاني كان لركنيه الصلاه. لو الحته الدقيقه دي خد بالك منها، ما هو ربط نفسه. ترجع تاني للفرادة. ويمكن كمان كده انا سجلها فيها المشكله دي، عشان احنا قلناها تكره كده، فخليت صلاته خلاص بقى ما نخبطش نفسه. لكن احنا بنقول لك ايه الحل، هو الفقيه عايز يقول لك الحل ايه، مش بيقول لك يعني اعمل كده. لان ممكن يجي لك واحد يسالك يقول لك انا كنت بصلي لوحدي وبعدين لقيت ناس عملوا جماعه، وبعدين انا كنت يا دوب ركعت قلت سبحان الله والحمد لله، رحت ناوي الاقتداء لقيتهم بيقعوا اشتراك معاهم وكملت الصلاه. عم الشيخ ايه حكم الصلاه؟ هو عايز يحل لك الاشكال ده ازاي؟ ازاي تحكم في مساله زي مش معناها اعمل كده، مش معناها اعمل كده، لكن معناها ازاي تحلها وازاي تعرف الحكم فيه؟ لان هو بيرد فيه في عقليه الفقيه اللي هو ايه، ينفع الناس كمان مش شرط يعملها في نفسه. فاهم؟ لو طلب من الطرف الفراغي وراح مع الجماعه خلاص ما فيهاش حاجه، مش كده خلاص. لكن احنا لا تبطلوا اعمالكم يكره، لان ربنا بيقول ايه، ولا تبطلوا اعمالكم، مش كده برضه؟ فالواحد ما يبطلش عمله، يستمر في صلاته ويتجوز يعني يخلصها بسرعه وبعدين يعمل معاهم بمعنى عشان ما يبقاش ابطل عمله. ولو كانت سنة وكان ناوي أربع ركعات يخليهم اثنين، لأن يجوز تغيير النية في السنة. لكن هو ناوي فرض أصلا يستمر بقى، مش يتراعب. ويجب عليه أن يتبع الإمام فيما هو فيه وإن خالف نظم صلاة نفسه. فهمت بقى؟ نعم، إن نوى القدوة وهو في السجود الأخير بعد الطمأنينة أو في التشهد الأخير بإمام قائم مثلا، دي مسألة بيقول لك لو نوى الابتداء وهو في السجود الأخير أو هو قاعد يقرأ التشهد الأخير بإمام قايم واقف بيقرأ فتح، ما يقومش يتبعه بقى، هيفضل قاعد يقرأ التشهد ويستناه. فهمت؟ هيفضل قاعد يقرا التشهد ويستناه. نعم، إن نوى القدوة وهو في السجود الأخير بعد الطمأنينة أو في التشهد الأخير بإمام قائم مثلا لم يجد له متابعته، لم يجد له متابعته بل ينتظره وجوبا إن لم ينوي المفارقة، يبقى ممكن ينوي المفارقة ثانية وهو مصلي. فهمت؟ يلاقي نفسه هيتلخبط يقول لك خليني لوحدي. إن لم ينوي المفارقة ويحسب له ما فعله قبل الاقتداء فيما تكرر فعله مع الإمام كأن ركع معه بعد أن ركع قبل الاقتداء به، وإنما فعل الثاني للمتابعة. فهم؟ زي ما قلت لك ركع وقام ونوى مع الإمام المتابعة، فلا الإمام بيركع، يركع ثاني معاه ويحسب الركوع الثاني للمتابعة مش ركن ذاتي. فهم؟ ولو كان في ركن قصير تابعه فيما هو فيه ويغتفر له تطويله. يعني ولو كان هو في ركن قصير اللي هو زي سمع الله لمن حمده، ده ركن قصير، وبعدين نوى المتابعه والامام قائم بيقرا والامام طول،
فطال منه الركن الخطير لا يضره في الحالة دي لأن فيه متابعة. واضح؟ يعني ولو كان المأموم في ركن خطير تابعه فيما هو فيه، يعني تابع الإمام فيما هو فيه ويغتفر له تطويله، ويغتفر للمأموم تطويل الركن القصير الذي أدخل نفسه تابعا للإمام في أثناء صلاة نفسه. فهمت؟ طيب، يبقى ويجب على المأموم الائتمام، ويجب على المأموم أن ينوي الائتمام، أن ينوي الائتمام كأن يقول مؤتما نويت صلاة فرض الظهر، مؤتما نويت صلاة فرض الظهر جماعة، نويت صلاة فرض الظهر مقتديا. يبقى يجب عليه أن ينوي هذا باللسان، حلو، بالقلب مفيش مانع. فهمت ازاي؟ بس ينوي كأن يقول مؤتما، وقول أول اقتداء كأن يقول مقتديا، ومثل ذلك أن يقول مأموما أو جماعة، كل ده صح. وإن صلحت نيتها أيضا للإمام اللي هي كلمة جماعة، إنما الإمام ما يقولش مقتديا، الإمام يقول جماعة، هياخد ثواب الجماعة بس ما ياخدش ثواب الإمامة اللي هو يزيد على ثواب الجماعة. لو الإمام نوى جماعة الصلاة فرض العشاء جماعة الله أكبر، وقعد يقرا بقى وإمام محترم ياخد ثواب صلاة الجماعة لكن ما ياخدش ثواب الإمام لأنه مش الإمام. واضح؟ لكن لو قال مقتديا وهو امام طب الامام هنوي جماعه الامام، ما قالش اماما، يعني الامام يقول نويت صلاه قبل العشاء اماما. الله اكبر، اماما دي تدخل فيها الجماعه كده وزادت عليها ثواب الامام. واضح؟ ومثل ذلك أن يقول مأموما أو جماعة وإن صلحت. الكلام هنا يعود على كلمة الجماعة، وإن صلحت نيتها، يعني نية الجماعة، فهم؟ للإمام أيضا، وإن صلحت نيتها نية الجماعة للإمام أيضا. والتعيين بين الإمام والمأموم بالقرائن، نعين بين الإمام والمأموم إزاي؟ لو الإمام قال نويت الصلاة فرض العشاء جماعة، والمأموم قال نويت الصلاة فرض العشاء جماعة، هنعين بين الإمام والمأموم إزاي؟ قال لك بالقرائن، المتقدم يبقى هو ده الإمام بس وخلاص. يبقى القرائن هي اللي بيجهر بالتكبيرات الانتقالية، يبقى هو ده الإمام. بيبقى إزاي؟ يبقى في قرائن هتوعي. كتقدم وتأخر، بالقرائن كتقدم وتأخر. ولا يرد أن القرائن لا تكفي في النيات، لأن إحنا عندنا القرائن لا تكفي في النيات، فممكن يقول لك بس الحتة دي لا فارق فيها أن القرائن لا تكفي في النيات، لأن محل ذلك إذا كانت مستقلة، إذا كانت القرائن مستقلة عن النية، لكن هنا دي داخلة مع النية. بخلاف ما إذا كانت تابعة لها، القرائن تابعة للنية. القرائن هنا تابعة لنية الإمامة. فرجحت، لكن لما تبقى القرائن مش تابعه لحاجه ما تكفيش. فهمت؟ لو القرائن مش تابعه لحاجه ما تكفيش، لازم تكون تابعه لحاجه، تسند على حاجه. او الاقتداء بالامام، بالامام راجع لكل من الائتمام والاقتداء، يبقى نيه الائتمام والاقتداء بالامام. ولا يجب تعيينه، يعني مش قلنا نويت صلاه فرض العشاء خلف الشيخ طنطاوي الله اكبر، وبعدين يطلع في الاخر وهو بيصلي يطلع الدكتور علي جمعه، ما ينفعش كده. ما يقول خلاص نويت صلاه فرض العشاء مقتديا الله اكبر، وما يحددش بقى، ما يعينش. يبقى اللي موجود ينفع، فهمت؟ اي واحد موجود ينفع. وعشان كده قال لك ايه؟ ولا يجب تعيينه، تعيينه يعني تحديده باسمه. طيب، ونحن بل يكفي الاقتداء بالحاضر الموجود، اي في الواقع ونفس الامر، وان لم يلاحظ ذلك في نيته، وان لم يعرفه اي باسمه مثلا. يعني ايه في فرق بين الواقع ونفس الامر؟ هو العلماء عندهم بيقولوا حاجات في فرق، مفيش كلمة زيادة على فكرة، يعني مفيش كلام يقول لك مرادفات أبدا، لأن أنا ممكن أنوي
الامام الحاضر، واخد بالك ازاي؟ الواقع امامي ده، فهمت ازاي؟ وفي قلبي انه احتمال يبقى كذا او فلان او مش فلان، ما تفرقش بقى لان انا قلت الحاضر، وطلع انه في نفس الامر ان ده فلان الثالث، ما يضرش بقى طالما انا ما حددتش، فهمت ازاي؟ يبقى في نفس الامر اللي هو ايه؟ اللي هو الحقيقه المطلقه، والواقع اللي هو ما ارى بعيني، لان قد يكون ما اراه بعيني غير نفس الامر، زي اذا غم عليكم الهلال فاتموا عدته 30 يوما، ممكن يبقى الهلال ظهر في نفس الامر لكن في الواقع لم يظهر عندي لان لم اره، فهم؟ يبقى الواقع غير نفس الامر، نفس الامر يعني علم الله الحقيقي. قد يكون الهلال ظاهر وجد غيمه وانا مامور بالواقع ولست مامور بنفس الامر، يبقى الشرع متعلق بالواقع وليس متعلقا بنفس الامر، واضح؟ لان لا يكلف الله نفسا الا وسعها، فاذا غلب علي الظن خلاص كده كفايه، فهمتني بقى المساله؟ في فرق بين الواقع ونفس الامر، يعني بيقول وفي نفس الامر بنسبه الاثمان الحاق ان يجب ربي انا نفسك، مش كده برضه؟ اللهم الحقني بنسبي وحققني بحسب، واخد بالك ازاي؟ في الصلاه المشيشيه اللي احنا بنقول، فشفت بقى في نفس الامر، يعني مش عايز ابقى مقتدي بيه بس كده مع المقتدين كده في الظاهر في الصوره، ده انا عايز في الصوره وفي الحقيقه، ده انا عايز ابقى متحقق. ليه؟ لان اتباع النبي مطلوب، اتباع النبي في سنته والتعلق به في ذاته، فهمت ازاي؟ ومحبته صلى الله عليه واله وسلم، وبعدين مع كده يبقى تحقق وتعلق وتخلق، مطلوب كل ده مع النفس، فاذا فعلت كل ذلك عايز كمان تتحقق، فالتحقق كله في نفس الامر، يبقى انت مطالب بايه؟ مطالب بالتعلق والتخلق والاتباع مع النفس، مطالب بالحاجات، التعلق اللي هو المحبه، والتخلق اللي هو ايه؟ القدوه، اللي هو السلوك، اللي هو الاخلاق، واخد بالك؟ التحقق، التعلق، والتخلق، والمتابعه، واخد بالك؟ فاذا توفر ده كله فيمكن الحكايه دي صوره بس، صوره الناس شايفها صوره، لكن انت عايزها كمان تبقى في نفس الامر، يعني انت كده من جواك، واعلموا ان فيكم رسول الله، من جواك كده، فهمت ازاي؟ فبتطلب في نفس الامر اللي هو التحقق، فهمت بقى الفرق؟ يبقى الواقع الصوره اللي انت شايفها ونفس الامر اللي هي الحقيقه، واضح بقى؟ يبقى اني معنى كلام الشيخ، يبقى في فرق بين الواقع ونفس الامر. وان لم يلاحظ ذلك في نيته، وان لم يعرف، يبقى ينوي بالامام الحاضر وخلاص، وان لم يعرف مش شرط، اي باسمه مثلا، فان عينه، طب افرض عينه مأموم غلب رايح للشيخ يغلف عليه، طب عينه فراح قايل ايه؟ نويت صلاة فرض العصر خلف مثلا الشيخ علي جمعة، الله اكبر، وبعدين بان ان هو الشيخ سلام، فيروح للشيخ يقول له بقى، هيغلس على الشيخ بقى، فلما هيغلس على الشيخ، الشيخ هيطلع روحه، طالما هيعمل كده في نفسه يبقى الشيخ هيعمل يقدمه، هيقدمه بقى. فإن عينه وأخطأ، أي كأن قال نويت الاقتداء بزيد فبنى عمرا، بطل الصلاة، هيقول له عيد الصلاة من يعني، وإن قال عيد الصلاة ما تعملش كده تاني، عشان ده تلاعب ده، فهمت؟ أي لأنه ربط صلاته بمن ليس في صلاة، مش كده برضه؟ ولأن القاعدة، شوف القاعدة مهمة تاخد بالك منها، أن ما يجب التعرض له إجمالا وتفصيلا أو إجمالا لا تفصيلا يضر الخطأ فيه، خد بالك من القاعدة دي، أن ما يجب التعرض له إجمالا وتفصيلا أو إجمالا لا تفصيلا لا يضر الخطأ فيه، بخلاف ما لا يجب التعرض له لا إجمالا ولا تفصيلا. أنا مش ما يشترطش عليا إن أنا أتعرض وأنا إمام لا إجمالا ولا تفصيلا،
هأم مين وراي، فهمت ازاي؟ فما يضرش الخطأ فيه. فلو انا نويت اماما وحطيت في مخي كده ان اللي ورايا ابني وصديقي، فبعد الصلاة لقيته لا ابني ولا صديقي، ما يضرش، لان اصلا ده لا يجب التعرض له لا اجمالا ولا تفصيلا، فلا يضر الخطأ فيه، فهمت ازاي؟ انما عندنا احنا تعيين الامامة، الاقتداء بامام موجود، ده مطلوب اجمالا ومش مطلوب تفصيلا عينه، فان اخطأت في التفصيل يضر. فهمت بقى القاعدة؟ خد بالك من الحتة دي. طيب نقراها كده. ولأن القاعدة أن ما يجب التعرض له إجمالا وتفصيلا أو إجمالا لا تفصيلا يضر الخطأ فيه، بخلاف ما لم يجب التعرض له إجمالا ولا تفصيلا. إلا امتى بقى تصح لو اخطأ في التعيين؟ لو انضمت لها قرينة ثانية وهي الإشارة. فهمت؟ إلا إن انضمت إليه الإشارة، أي ولو قلبية كملاحظة شخص شايف جسمه يعني. كملاحظة شخص يعني شايف جسمه من بعيد. فهمت؟ كقوله نويت الاقتداء بزيد هذا. أي أو الحاضر. أو من في المحراب. أو بهذا معتقدا أنه زيد. وقول فتصح الى انه ربط صلاته بشخص حاضر واخطا في ظن ان اسمه زيد، ولا عبره بالظن البين خطا. عندنا دي قاعده، حط تحتها خط دي قاعده، لا عبره بالظن البين خطا. كل دي قواعد مهمه، دي قاعده فقهيه، لا عبره بالظن البين خطا. واخد بالك؟ دي قاعده فقهيه ليها فروع كثيره جايبها الامام السيوطي في الاشباه والنظائر، وهتطلق تحتها فروع كثيره. دي من بينها هذه الفروق. وإن لم يعرفه أي باسمه مثلا، فإن عينه وأخطأ إلا إذا إن انضمت إليه إشارة ولو قلبية كملاحظة شخص، كويس؟ يعني إحنا قلنا ولا عبرة بالظن البين خطأ. دون الإمام، دون الإمام يعني إيه؟ يعني الإمام أي حال كون المأموم متجاوزا للإمام في الوجوب. يعني الإمام لا يجب له أن ينوي الإمام أو الجماعة عشان يصح الائتمام به. حتى لو نوى الفراء الانفراد ماليش دعوة بيه، ينفع أقتدي بيه، وتبقى أنا صلاتي جماعة وصلاتهم منفردة. يبقى نية وجوب الاقتداء دي على المأموم مش على الإمام. فهمت؟ خد بالك من حتة، على المأموم مش على الإمام. دون الإمام. يبقى يجب نية الائتمام أو نية الجماعة للمأموم دون الإمام في غير صلاة الجمعة طبعا. فهمت؟ أي حاجة. على لو أنا اهتميت بواحد كان بيصلي جماعة قبل كده أو ما بيصليش وما نواش الجماعة، تبقى صلاتك أنت جماعة صحيحة وهو ما خدش صلاة الجماعة. أنا صليت وراه وهو ما خدش باله. وما خدش باله. أي حال كون المأموم متجاوزا الإمام في الوجوب، فلا يجب في صحة الاقتداء به. فلا يجب في صحة الاقتداء به في غير الجمعة نية الإمامة. كويس؟ فلا يجب إن أنا يصح اقتداء الإنسان إن الإنسان ده كمان ينوي الجماعة، ما يجبش. إلا في الجمعة بس يجب إن ينوي الجماعة أو الإمامة. فهمتني إزاي؟ أدي ما. فلا يجب في صحة الاقتداء به إلى آخره، أما في حصول فضيلة الجماعة فلا بد من النية. علشان الإمام بقى ياخد فضيلة الجماعة لابد من النية يا إمام. وإلا أنت مش هتاخد فضيلة الجماعة يا إمام، لكن صلاتك صحيحة أه. بس أنت عشان تاخد فضيلة الجماعة لابد تنوي الجماعة، عشان تاخد فضيلة الإمامة الزائدة على الجماعة لابد من أن تنوي الإمام، خدت بالك؟ وعشان كده نية المرء خير من عمله. النية ساعات ترفع العمل درجات كبيرة بمجرد بس توجه القلب إلى النية. أما في حصول فضيلة الجماعة فلا بد من النية، فإن لم ينوي لم تحصل له، إذ ليس للمرء إلا ما نوى، قاعدة. وليس للإنسان إلا ما سعى، مش كده؟ إذ ليس للمرء إلا ما نوى، دي قاعدة. وإن حصلت اللي هي الأمور بمقاصدها، تبع قاعدة إيه؟ الأمور بمقاصدها، كل دي قواعد، قاعد يدي لك القواعد طول ما هو قاعد يشرح. يبقى بيقعد قواعد طول ما هو بيشرح عشان يرتب مخه.
بدل ما مخك كده كان ملخبط ومشلطط، عايز يخلي مخك كده متقسم، واخد بالك ازاي؟ زي انت ما يبقى عندك كمبيوتر كده وتيجي في الهارد ديسك تروح منظمه وعامله ملفات 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 ملفات، بحيث تدخل في اي ملف تلاقيه متنظم جاهز تطلع المعلومه على طول. هو عايز يعمل كده لان انت مخك ده عامل زي الهارد ديسك، فهمت ازاي؟ عايز بقى ايه؟ تملاه ملفات مرتبه، هو قاعد يرتب ملفات مخ، فهمت ازاي؟ اما في حصول فضيله الجماعه فلا بد من النيه، فان لم ينوي لم تحصل له، اذ ليس للمرء الا ما نوى، حطها في ملف ايه؟ الامور بمقاصدها، فهمت؟ وان حصلت لمن خلفه، لان ما اللي خلفه نوى تحصل لمن خلفه لانه نوى، خلافا لمين؟ للقاضي حسين. القاضي حسين قال خلاص هياخد بقى ثواب الجماعه بقى بقرينه الحال بقى، عديها له بقى. ده القاضي حسين من ائمه الشافعيه. ولو نوى الامام في اثناء صلاته تنفع، حصلت له الفضيله من حين نيته، واللي قبل كده ياخد فرار، فهمت؟ حصلت له الفضيله من حين نيته، ولا يكره لانه لا يصير تابعا. هنا بقى لا يكره ان ينوي الامام في اثناء صلاته، بخلاف الثاني نوى الاقتداء في اثناء صلاته، قلنا يكره. هنا في حال الامام لا يكره، لان اللي هناك صار تابعا ربط، وهنا لم يصر تابعا، ما زال مستقلا. فهمت ازاي؟ فدلت الكراهه دي. ولا يكره لانه لا يصير تابعا، بخلاف الماموم يكره انه ينوي المتابعه اثناء صلاته. فهمت؟ القصص دي كلها مهمه. ولا تنعطف نيته على ما قبلها، ولا تنعطف نيته على ايه؟ على ما قبلها، قبل نيه الامامه يعني، بخلاف الصوم، صوم النافله. صوم النافله ممكن طالما ما افطرش من بعد الفجر يجي قبل الظهر بلحظه ينوي صيام اليوم، تقوم تنعطف النيه للي قبله. شفت بقى قاعد بايه؟ بيفهمك ان في هنا فروع تنعطف فيها النية إلى ما قبل، وفروع لا تنعطف النية إلى ما قبل، عشان يبين يوسع مداركك. يروح نقلك في حتة تقول الله، طب ما احنا في صيام النافلة بتنعطف النية للقبل، طب ليه ما قالهاش هنا؟ قال لك لأن الصوم لا يتجزأ. فهمت ازاي؟ الصوم حتة واحدة، والصلاة تتجزأ، فالصلاة لا تنعطف لأنها متجزئة، والصوم لا يتجزأ فتنعطف. يبقى بيرتب مخك ولا ما بيرتبش مخك؟ بيرتب مخك. ولا تنعطف نيته على ما قبلها، بخلاف الصوم فتنعطف نيته على ما مضى اذا نوى في اثناء النهار قبل الزوال في النفل. كل دي قيود مهمه، لان احنا قايلين ان صيام الفريضه لابد من تبييت النيه قبل الفجر، ويجوز انه ينوي الفريضه ما قبل الزوال، لكن ما ينفعش ينوي صيام التطوع بعد صلاه العصر ولا بعد ما صلى الظهر، لازم قبل الزوال، يعني قبل الظهر بثلث ساعه كده، عنده من الفجر لحد قبل الظهر بثلث ساعه، بس ما يكونش كل ولا شرب، فاهم؟ فتنعطف نيته على ما مضى اذا نوى في اثناء النهار قبل الزوال في النفل. يبقى معناها لو بعد الزوال لا تنعقد، وفي غير النفل لا تنعقد. ادي معنى كلام. لعدم تجزؤه، اي لعدم تجزؤ الصوم. لعدم تجزؤه، فالصوم حته واحده. يسموه واجب مضيق. مش واجب موثق. الصلاه واجب موثق. والصيام واجب مضيق. والحج واجب مضيق. يعني ايه مضيق؟ يعني زمنه قد فعله، يبقى ده واجب مضايق، ما تعرفش تعمل معاه حاجة ثانية من نفس نوعه، تعرفش تعمل حاجة ثانية من نفس نوعه في نفس وقت. لكن الصلاة واجب موسع، أنا ممكن أصلي الظهر وعندي وقت طويل قوي لحد ما العصر يبدأ، أنا أحط جنبيه كذا فرض زيه، مش كده برضه؟ يبقى ده اسمه واجب موسع. لكن أنا بصوم من الفجر للمغرب، ينفع أصوم يومين في يوم؟ احط صيام جنب صيام؟ يبقى ما ينفعش. يسموه واجب مضايق. ينفع حج مرتين في سنه واحده؟
ما ينفعش، لازم كل عرفة حجة. فيبقى الحج واجب مضيق لأنه لا تستطيع أن تفعل مثله في نفس وقته. فهمت إزاي؟ والصلاة تقدر تنفع تعمل مثلها في وقتها، يسموه واجب موسع، الصوم واجب مضيق. فهمت؟ لعدم تجزؤه. واما الصلاه فانها تتجزا جماعه وغيرها. الصلاه ممكن اجزاها، اقول لك ان الركعه دي منفرد ودي جماعه ودي بنيه الايه؟ المفارقه، او تمشي مش كده برضه. وعلم من ذلك انه لا يجب على الامام تعيين الماموم، بل ولا يطلب منه ذلك. فان عينه الامام واخطا ما يضرش بقى، في غير الجمعة ونحوها لم يضر، لأن ما لا يجب التعرض له إجمالا، رجع لك القاعدة الأولانية، لأن ما لا يجب التعرض له لا إجمالا ولا تفصيلا لا يضر الخطأ فيه. هنا لا يجب التعرض له لا إجمال ولا تفصيل، فأخطأ في التعيين ما يضرش. فهمت إزاي؟ كما مر. ولو كان الإمام يعلم بطلان صلاة المأموم ونوى الإمام به، بطلت الصلاة. ولو كان الإمام يعلم بطلان صلاة المأموم ونوى الإمام به بطل الصلاة، لأنه ربط صلاته بصلاة باطلة. مش حتى مراد بطل الصلاة، لكن قال الشيخ الجواري لا تبطل صلاته إلا إن قال إماما بهذا. فيها خلاف يعني، فيها خلاف. ابن فراد ممكن فيها خلاف. واخد بالك؟ لو ربط، لانه هنا ربط صلاته بايه؟ بمأموم خلفه، وهو يعرف ان صلاته باطله. صلاته باطله لانه ما ايه؟ مش متوضي، وعارف انه مش متوضي. ليه ده بقى لو اللي وراه ده مأموم واحد؟ لو مأموم واحد. طب في غير الجمعه، اما فيها يعني لا يجب على الامام نيه الجماعه ولا الامامه في غير الجمعه. أما فيها يعني في الجمعة فيجب عليه نية الإمامة مع تحرمه، مش يدخلها بعد تكبيرة الإحرام. يبقى في الصلوات الثانية ممكن يدخل نية الإمامة ونية الجماعة بعد تكبيرة الإحرام، إلا في صلاة الجمعة يجب أن تبقى مع تكبيرة الإحرام نية الجماعة للمأموم ونية الإمامة للإمام مع تحرمه، يعني مع تكبيرة الإحرام. واضح؟ طيب. فلو تركها معه لم تصح جمعته، سواء كان من الأربعين أو زائدا عليه. فلو تركها يعني تركها المأموم مع الإمام نية الاقتداء يعني معه، لو تركها معه لم تصح جمعته، سواء كان المأموم ده من ضمن الأربعين اللي هم نصاب الجمعة عند الشافعية 40 أو زائدا عليه، وإن لم يكن من أهل وجوبها. ولو لم يكن من أهل وجوب الجمعة كأن يكون مسافرا وصلى جمعة، فتصح له الجمعة ولكن لا تجب عليه. طيب ده ما يكملش النصاب، لازم يكون فرد مقيم. فهمت إزاي؟ وإن لم يكن من أهل وجوبها كعبد، مش حر، ده مش من أهل وجوبها، كأن يكون مريض مش من اهل الوجوب، لكن تصح جمعته، بس استحامه لو راح صلى الجمعه مع مرض تصح جمعته، لكن لا ما يعملش النصاب. فهمت؟ امرأة او امرأة لا تجب عليها، لكن لو صلت الجمعه تصح منها، فمش من اهل الوجوب. نعم، ان لم يكن من اهل الوجوب ونوى غير الجمعه لم تجب عليه نية الامام. لو كان مش من اهل الوجوب ونوى مع الامام وهو بيصلي الجمعه غير الجمعه، نوى ظهر قصر وما نواش الامام الاقتداء، واخد بالك ازاي؟ وما نواش يعني ايه؟ لم تجب عليه ونوى لم تجب عليه نية الامام، ده لو امام بيصلي بالناس ايه؟ ركعتين. ونوى غير الجمعة لم تجب عليه نية الامام. نعم، ان لم يكن من اهل الوجوب. يعني ايه؟ يعني انا مسافر ورحت بلد يوم جمعه
فقدموني خطبت بيهم الجمعه. ورحت جيت في المحراب بعد ما خلصت خطبه الجمعه، رحت انا ناوي صلاه الظهر قصر لان ليس عليا جمعه، ونويت معاه جمع العصر تقديم عشان اجيبه بعدها، واخد بالك ازاي؟ طب يقول ايه؟ وراح ما نواش نية الإمامة، تصح الجمعة من اللي خلفه، واخد بالك؟ وتصح له صلاته على ما نوى، فهمت؟ ونوى غير الجمعة لم تجب عليه نية الإمامة، وظاهر أن المعادة والمجموعة بالمطر جمع تقديم والمنذور جمعتها كالجمعة في وجوب نية الإمامة فيها، لكن المنذور جمعتها لو ترك فيها هذه النية انعقدت مع الحرمة، انعقدت مع الحرمة. ولو عين المأمومين في الجمعة وما ألحق بها وأخطأ ضر ما لم يشر إليه، يبقى يضر في الجمعة ما لم يشر إليه، لأن ما يجب التعرض له يضر الخطأ فيه كما مر، لأن ما لا يجب ما يجب أنا عندي ما يجب لأن ما يجب التعرض له يضر الخطأ فيه كما مر. نعم إن أخطأ فيما زاد على الأربعين لم يضر، كما استظهره ابن قاسم في حاشيته على ابن حزم. نية الإمامة يبقى يجب عليه نية الإمامة، أي والجماعة، فالجماعة صالحة كما هي صالحة للمأموم، والتعيين بالقرائن كما مر، بل هي مستحبة. ونقف عند دي. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله. سبحانك اللهم وبحمدك، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الكتب دي أصلا ما تقدرش تقرا فيها صفحات كثيرة. وبعدين احنا بنشرحها كمان بطريقه مشوهه مش زي المشايخ زمان. المشايخ زمان